السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نأخذ صفحة 46 من كتاب المرجع في الرياضيات للمستوى الثالث ابتدائي، الحصة الرابعة، أقوم تعلماتي، تمرين 11. قال لنا جو بوز اي جي فاكتو. عندنا العملية الأولى والعملية الثانية، نطلب منا أننا نوضع العملية ومن بعد نخرجوها. إذن نبدأ بالعملية الأولى. عندنا 197 مضروبة في 43، إذن في عملية الضرب شنو كندير؟ كنشد أول حاجة الرقم الأول يعني الوحدات، وشنو كنديرها؟ كنضربها في هذا العدد الفوقاني كامل، ومن بعد كنشد العشرات وكنعاود نضربها في هذا العدد. داكشي اللي غنديرو، نشدو 3 وغادي نضربوها في 7، 3 في 7 كتساوي 21. كنحط الواحد وشنو كندير؟ كنحتفظ بالجوج. كذلك عندنا 3 في 9 كتساوي 27، 27 وجوج ديال الاحتفاظ هي 29. كنحط 9 وكنحتفظ بالجوج. عندي 3 في 1 كتساوي 3 وجوج ديال الاحتفاظ، 3 زائد 2 تعطينا هي 5. كنحط 5 كذلك. من بعد شنو كندير؟ من بعد كنحط هنايا النقطة، ضروري. علاش؟ حيت راه 4، راه هاد 4 راه ماشي 4، ما كتعنيش 4 بوحدها، كتعني 40، يعني ضروري كنحط هاد النقطة باش نخلي راه كاينة واحد الصفر تما. مهم ضروري انكم تخليو هنايا النقطه. من بعد كدير 4 في 7 كتساوي 28، كنحط 8 وكنحتفظ بالجوج. عندي 4 في 9 كتساوي 36 زائد 2 ديال الاحتفاظ هي 38، كنحط 8 وكنحتفظ ب 3. 4 في 1 4 زائد 3 ديال الاحتفاظ هي 7. دابا غادي ندير الجمع، 1 زائد لا شيء شحال كيعطينا؟ 1. 9 زائد 8 كتساوي 17، كنحتفظ بالواحد، كنحط 7 وكنحتفظ بالواحد. عندي 6 زائد 8 14، كنحط 4 وكنحتفظ بالواحد. عندي 7 زائد 1 ديال الاحتفاظ هي 8. اذا لقينا باللي 197 الى ضربناها في 43 شحال يعطيني في المجموع؟ يعطيني 8471. هذا هو المجموع ديال داك الجذع. ودابا غندوزو للعمليه الثانيه اللي هي 486 نضربوها في 17. نجيو لهنا نديرو 486 نضربوها في 17. نديرو 7 في 6 كتساوي 42، كنحتفظو بالربعة الفوق، كنحطو الجوج ونحتفظو بالربعة. 7 في 8 56 زائد 4 ديال الاحتفاظ كتعطيني هي 60، كنحط الصفر وكنحتفظ بستة. 7 في 4 كتساوي 28، 28 نزيدو عليها 6 تعطينا هي 34، نحط 34. ودابا كنتقل للمرحله الثانيه، ضروري كنحط النقطه من بعد كنمشي نخرج. 1 في 6 6، 1 في 8 8، 1 في 4 4. والمرحله الاخيره هي كندير الجمع، كنجي لهنا وكنجمع ما بين جوج ديال الجذعين. عندي جوج زائد صفر اولا زائد نقطه اولا زائد لا شيء اللي بغيتو تسميوها كتعطيني جوج. 0 زائد 6 كتساوي 6، 4 زائد 8 الى حطينا 8 في عقلنا وزدنا 4 بيدينا شحال تعطيني هي 12، 8 في عقلنا 9 10 11 12 12. كنحط الجوج وكنحتفظ بالواحد. عندي 3 زائد 1 كتساوي 4، 4 زائد 4 شحال كتساوي 8 هي 8262. نجي لهنا ونكتب 8000 262. وهكا نكون ساليت تمرين 11. دابا ننتقلوا لتمرين 12. شنو كيقول لينا؟
قال لنا أتأكد من المتساويتين بوضع وإنجاز العمليات في دفتري ثم أصحح بكتابة الرمز المناسب. شنو قالت لنا العملية الأولى؟ قالت لنا بلي جداء هاد العددين كيساوي مجموع هاد العددين، كيتساواو هاد الكفتين متساويتين، داكشي علاش كنسميوها متساوية. حنا غنمشيو نتأكدو ونشوفو واش صحيح ولا خطأ. نجيو لهنا ونديرو 285 مضروبة في 34، عندي شنو كنشدو الوحدات وكنضربوها في العدد كامل، 4 في 5 20، كنحط 0 وكنحتفظ بالجوج، 4 في 8 32 زائد 2 ديال الاحتفاظ شحال كتساوي؟ هي 34. عندي 4 في 2 شحال كتساوي؟ 8 زائد 3 ديال الاحتفاظ، 8 نزيدو عليها 3 تعطينا هي 11. دابا كنتقلوا الرقم الثاني من بعد ما كنديروا هنا النقطه وكنرجعوا للخانه الثانيه. عندي 3 في 5 كتساوي 15، كنحتفظ بالواحد، 3 في 8 24، واحد ديال الاحتفاظ هي 25، كنحط الخمسه كذلك وكنحتفظ بالجوج، 3 في 2 3 في 2 6، وجوج ديال الاحتفاظ هي 8. دابا غادي نديروا الجمع. عندي 0 زائد لا شيء 0، 4 زائد 5 تساوي 9، 1 زائد 5 6، و 1 زائد 8 9، شحال عطاني؟ هي 9690. غنحتفظو بهاد العدد وغادي نمشيو نحسبو المجموع. شنو عندي في المجموع؟ عندي 3975 زائد 5615، خمسة زائد خمسة كم تساوي؟ 10، كنحط الصفر وكنحتفظ بالواحد، 7 زائد 1 تساوي 8، واحد ديال الاحتفاظ هي 9، 9 زائد 6 كم تساوي؟ 15، كنحط الخمسة وكنحتفظ بالواحد، 3 زائد 5 تساوي 8 زائد 1 ديال الاحتفاظ هي 9، شحال عطاتني؟ 9590. وشنو لقينا في النتيجة الأولى؟ لقينا 9690، 9690، يعني هادو راهم ما متساويينش. علاش؟ حيت 99 متساويين، 5 و6 راهم ما متساويينش، 6 أكبر، إذا هاد الجداء راه أكبر من المجموع، إذا خصنا نديرو هاد الرمز، جداء خصو يكون أكبر من المجموع، فهما واحد العددين اللي ما متساويينش. هذا بالنسبة للعملية الأولى. العملية الثانية أصلاً ما عطيناش الرمز، حنا خصنا نلقاو شنو الرمز اللي كيناسب الجداء والمجموع، واش هما متساويين ولا واحد كبر من واحد ولا واحد صغر من واحد، حنا خصنا نعرف. هنا شنو عندنا؟ 285 مضروبة في 34، راها نفسها هاد العملية، وتا هاد العملية فراها نفسها وهاد المجموع، يعني حنا خصنا نصحو غير هنايا، يعني غنديرو غير هنايا أكبر ماشي تساوي، هذا غير تصحيح بالنسبة للعملية الأولى. كذلك هنا يعني 187 مضروبة في 48 كتساوي 9800 ناقص 1318، حنايا غنتأكدو ونجيو نصحو في العملية الثانية. عندي 187 مضروبة في 48 8 مضروبة في 7 كتساوي 56، كنحط 6 وكنحتفظ بالخمسة. عندي 8 في 8 كتساوي 64 زائد 5 ديال الاحتفاظ، 64 نزيد عليها 5 تعطيني هي 69، 9 نحتفظو بستة. 8 في 1 8، 8 زائد 6 كتساوي 14، كنحطو نقطة ومن بعد كنتقلو العدد الثاني. 4 في 7 كتساوي 28، كنحط 8 كنحتفظ بالجوج، 4 في 8
32 زائد جوج ديال الاحتفاظ هي 34. 4 في 1 4 زائد 3 ديال الاحتفاظ هي 7. 6 زائد 0 كتعطينا 6. 9 زائد 8 17. كنحط الواحد. 4 زائد 4 8. 1 ديال الاحتفاظ هي 9. 1 زائد 7 تساوي 8. إذن شنو لقينا في الجداء؟ تساوي 8976. هنا جايين عندنا وقالولنا لي 9800 ناقص 1300 شحال 18 باش نلقاو حنايا نفس هاد العدد. وغنتاكدوا نديرو ناقص. عندنا 0 ناقص 8 لا يمكن، خصنا نجيبو الواحد ونهبطوه. 10 ناقص 8 شحال كتساوي 2. كذلك 0 ناقص 2 لا يمكن، خصنا نجيبو الواحد وناخذوه من 8. غتبقى ليا هنايا غير 7. عندنا 10 ناقص 2 كتساوي 8. 7 ناقص 3 كتساوي 4. و 9 ناقص 1 كتساوي 8. هي 8482. هنا شحال عندنا؟ 8976. اذا ما متساويينش، نجيو لهنا وغنكتبوا العدد الاول اللي هو 8976 ونشوفوا شكون اللي كبار. اول حاجه كنبداو بحساب الارقام، هذا 4 وهذا 4. شنو كنتقلوا للمرحله الثانيه هي نحسبوا اول رقم على اليسار. 8 و 8 متساويين، كندوز 4 و 9. شكون اللي كبير؟ واش 4 ولا 9؟ اكيد 9 هو اللي كبير، يعني هذا العدد الاول هو اللي كبير. فين هو العدد الاول؟ هو اللي عندنا الضرب. اذا هاد العمليه هي اكبر من العمليه الثانيه. علاش؟ حيت عطاتني الجداء، عطاني كبر من الطرح. انتقلوا لتمرين 13. قال لنا ألاحظوا مبيعات أحد المزارعين من التمر في السوق الأسبوعي بأرفوت. قال لنا واحد سيد مزارع كيبيع الثمر، يعني كل سوق أسبوعي كيمشي كيبيع الثمر داك السوق. جاو عندنا قالوا لنا احسب عائدات هذا المزارع بوضع وإنجاز العملية اللازمة. حنا خصنا نعرفوا شحال كيجيب معاه اولا شحال كيربح داك المزارع من داك البيع اللي كيدير. وشنو كيبيع؟ مثلا بالنسبه للتمر الرفيع المجهول كيبيع 25 كيلوغرام بشحال؟ ب 130 درهم للكيلوغرام الواحد. يعني في داك السوق راه كيبيع، كل سوق كيبيع 25 كيلوغرام، وبشحال؟ ب 130 درهم الواحد، الكيلوغرام واحد. ولكن هو ما كيبيعش غير الثمر الرفيع، كيبيع كذلك شراب التمر بشحال؟ كيبيع 12 لتر، كل اسبوع كيبيع 12 لتر بشحال؟ ب 35 درهم لللتر الواحد. وبالنسبه لزيت التمر كيبيع 8 ديال القارورات ب 145 درهم للقاروره الواحده. حنا خصنا نعرفوا شحال كيرجع معاه ديال الفلوس، كيدي معاه التمر كيبيعو كيربح الفلوس. حنا خصنا نعرفوا شحال الربح ديال الفلوس في كل اسبوع، ولا في داك النهار، ولا في داك السوق، ولا مهم حنا خصنا نحسبو. اذا نبداو اول شيء بحساب 130 درهما مضروبه في 25 كيلوغرام. نجيو لهنا ونحسبوها. 130 مضروبة ب 25 عندي 0. 5 مضروبة في 0 كتساوي 0. 5 في 3 15، كنحط الخمسة وكنحتفظ بالواحد. 5 في 1 5، واحد ديال الاحتفاظ هي 6. كذلك نحط النقطة وكندوس للخانة الثانية. 2 في 0 0، 2 في 3 6، و 2 في 1 2. اذا دابا شنو ندير؟ غادي نجمع. عندي 0 زائد لا شيء 0، 5 زائد 0 5، 6 زائد 6 12، كنحط جوج ونحتفظ بالواحد، و2 زائد 1 ديال الاحتفاظ شحال كتساوي؟ هي 3.
إذن شحال كيربح بالنسبة للتمر الرفيع؟ كيربح 3250 درهم. كيربح شحال؟ 3250 درهم بالنسبة لشحال؟ 25 كيلوغرام. دابا نشوفو شراب التمر شحال كيبيع. هو كيبيع 12 لتر، وكل لتر واحد ب 35 درهم. نديرو 35 مضروبة في 12، عندي 2 مضروبة في 5 كتساوي 10. كنخد صفر وكنحتفظ بالواحد. 2 في 3 6، واحد ديال الاحتفاظ هي 7. من بعد كنحط النقطة هنايا وكندوز العدد الثاني. 1 مضروبة في 5 5، 1 في 3 3. اذا دابا غادي نجمع، عندي 0 زائد 0 0، 7 زائد 5 12. كنحط جوج وكنحتفظ بالواحد. 3 زائد 1 4، شحال هي؟ هي 420. نجيو لهنا ونديرو 420. من بعد غادي نجيو نحسبو القارورات اولا زيت التمر. عندي 145 درهم كل قارورة، وانا شحال عندي ديال القارورات؟ 8. ثمانية في خمسة تساوي 40. كنحط الصفر وكنحتفظ بالربعة. ثمانية في أربعة 32 زائد 4 هي 36. ثمانية في واحد كتعطينا 8 زائد 3 هي 11. شحال كتعطينا؟ هي 1160. 1160 درهم بالنسبة لزيت التمر. شنو لقينا؟ لقينا بلي راه كيربح 3250 للتمر الرفيع، هذا 420 بالنسبه لشراب التمر، و 1160 بالنسبه لزيت التمر. دابا حنا خصنا نعرفوا شحال المجموع ديال هاد المحاصيل ديالو، شحال كيربح في المجموع. غنديروا عمليات الجمع. 0 زائد 0 زائد 0 كتعطيني 0. 5 زائد 2 7. 7 زائد 6 13. كنحط 3 وكنحتفظ بالواحد. عندي 2 زائد 1 3. 3 زائد 4 7. زائد 1 8. 3 زائد 1 كتعطيني 4. شحال كتساوي؟ هي 4830. يعني شحال كيربح في المجموع؟ 4830 درهم. وهكا ندوزو الحصة الخامسة، أدعم تعلماتي. ناخذ التمرين 14. قال لنا يخصص احد المتاجر الكبرى جوائز قيمه للزبناء الذين تتجاوز مشترياتهم مبالغ معينه. الاحظ ثم اقوم بانجاز العمليات اللازمه في مسودتي واصل كل زبون بجائزته. شنو كيقول لنا؟ باللي واحد المتاجر الكبرى كيخصوا واحد الجائزه قيمه للزبناء ديالهم، الناس اللي كيشريو من عندهم. مثلا إذا كان المشتريات ديالك ثمن ديالها من 500 درهم إلى 1000 درهم، شنو غتربح؟ غيعطيوك هاد الإبريق. إذا كانت من 1000 درهم ل 2000 درهم، غيعطيوك مكوات ملابس. إذا كانت من 2000 درهم حتى ل 3000 درهم، غيعطيوك هاتف نقال. على حساب أنت والمشتريات ديالك شحال ساوية. حنا شنو غنديرو؟ امشي ونحسبوا هاد العمليات اللي عندنا ونشوفوا كل زبون وشنو غادي يربح. اذا نبداو بالعمليه الاولى اللي هي 76 مضروبه في 28. عندي 8 مضروبه في 6 كتعطيني 48. 8 في 6 كتساوي 48. كنحط 8 كنحتفظ بالربعة. 8 في 7 كم تساوي؟ 56. زائد 4 ديال الاحتفاظ شحال تولي لنا؟ هي 60. كنحط 0 و 6 حيت ما بقى ليا حتى شي عدد من مورا. من بعد كنتقل لجوج. عندي 2 في 6 12. كنحط جوج وكنحتفظ بالواحد.
جوج في سبعة 14 وواحد ديال الاحتفاظ هي 15. ودابا شنو كندير؟ عملية الجمع. 8 زائد لا شيء 8، 0 زائد 2 2، 6 زائد 5 11، كنحط الواحد ونحتفظ بالواحد، 1 زائد 1 هي 2. شحال عطاني؟ هي 2128. اذا 2128 فين محطوطه؟ هي ما بين 2000 و3000. علاش؟ حيت 2100 راها اكبر من 2000 واصغر من 3000، يعني راها محصوره ما بين 2000 و3000. يعني الزبون الاول شحال غادي يربح؟ غيربح هاتف. اذا غنجي وغنصيب ما بين العمليه الاولى والهاتف النقال. دابا غنشوفو الزبون الثاني شحال غادي يربح. غنجي ندير 28 مضروبه في 19، شحال كتساوي؟ عندي 9 في 8 72، كنحط الجوج وكنحتفظ بالسبعة. 9 في 2 كتساوي 18، 18 زائد 7 هي 25. نحط 25، ننتقل للرقم الثاني. عندي 1 في 8 8، 1 في 2 2. ودابا غادي ندير عملية الجمع. 2 زائد 0 2، 5 زائد 8 13، نحتفظ بالواحد، 2 زائد 2 4، وواحد ديال الاحتفاظ هي 5. اذا شحال كتساوي؟ هي 532. 532 فين محصورة؟ محصورة ما بين 500 و1000. علاش؟ 532 فهي أكبر من 500 وصغر من 1000 في نفس الوقت. إذن هاد الزبون تاني شحال شنو غيربح؟ يربح إبريق ديال الحليب ولا ديال القهوة. إذن غادي نصالوه بهذا. ودابا غادي ننتقلوا للعمليه الثالثه واللي هي 63 مضروبه في 17. 63 مضروبه في 17 7 في 3 كتساوي 21، كنحط الواحد وكنحتفظ بالجوج. 7 في 6 كتساوي 42، والجوج ديال الاحتفاظ هي 44. كنحط النقطة، كنتقل للرقم الثاني. 1 في 3 كتساوي 3، 1 في 6 6. دابا غادي نجي ونجمعو. 1 زائد 0 كتعطينا 1، 4 زائد 3 تساوي 7، 4 زائد 6 كتعطينا 10. إذن شحال هي؟ هي 1071. 1071 نعم فين محصورة؟ ما بين 1000 و2000. علاش؟ 1071 رها أكبر من 1000 وكذلك أصغر من 2000 من 2000. إذن محصورة ما بين 1000 و2000. إذن زبون الثالث شنو غادي يربح؟ يربح مكواة الملابس. زبون الأول ربح هاتف، ثاني إبريق، والثالث مكواة الملابس. وهكا عرفنا كل واحد شنو ربح وسالينا التمرين 14. دابا ننتقلوا لاخر تمرين هو التمرين 15. قال لنا قطع ممثل تجاري المسافة بين الدار البيضاء ومراكش 22 مرة في شهر يوليوز، احسب المسافة التي قطعها خلال هذا الشهر. دابا غنجيو نشوفوا المسافة اللي كاينة ما بين المنارة ديال مراكش وما بين مسجد الحسن الثاني اللي كاين في الدار البيضاء. شحال المسافة ما بين هاد جوج أماكن؟ هو 228 كيلومتر. ومال هاد الممثل التجاري كان كيقطع هاد المسافة 22 مرة في شهر يوليوز، قطعها 22 مرة في شهر يوليوز، يعني كان كيمشي وكيجي 22 مرة. وشحال كان كيقطع ديال الكيلومترات؟ 228. دابا حنا خصنا نعرفوا شحال قطع من كيلومتر في الشهر. اي غادي نديرو 228
كيلومتر نضربوها 22 مرة باش نعرفوا شحال قطع من كيلومتر في 22 مرة. نديرو 228 مضروبة فاش 22 مرة. عندي 2 مضروبة في 8 كتساوي 16، كنحط 6 وكنحتفظ بالواحد. 2 في 2 4، واحد ديال الاحتفاظ هي 5. عندي 2 في 2 كذلك 4، كنحط النقطة وكندوز للخانة الثانية. 2 في 8 16، كنحط 6 وكنحتفظ بالواحد. 2 في 2 4، واحد ديال الاحتفاظ هي 5، و 2 في 2 4. إذن دابا غادي نجمع. عندي 6 زائد 0 6، 5 زائد 6 تساوي 11، كنحط الواحد وكنحتفظ بالواحد. 4 زائد 5 كتعطينا 9، وواحد ديال الاحتفاظ هي 10، كنحط الصفر وكنحتفظ بالواحد كذلك. 4 زائد 1 ديال الاحتفاظ هي 5. شحال كيقطع من كيلومتر؟ 5016 كيلومتر في الشهر، أو في شهر يوليوز، حيث هما قالوا لنا غير في شهر يوليوز اللي مشى 22 مرة، يقدر يكون في الشهور الآخرين كيمشي قل ولا أكثر، مهم حنا كنحسبو غير شهر يوليوز. إذن هكا نكونوا سالينا تمرين 15 من الصفحة 46، إن شاء الله تكونوا فهمتوا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.